بداية ثورتنا المباركة طلعنا فيها وطبعا طلبنا بالحرية وصلنا نغني ونهتف للحرية، فعانيت كتير يعني بموضوع الشبيحة والأمن. طبعا هربت، اجوا على بيتي واقتحموا بيتنا وبالدنياني تحديدا وقت الجيش لما اجا، هربت وصرت، هربنا رحنا على البراري، وبعدين كانت تركيا طبعا فاتحه الطرقات وهربنا قعدنا على حدود التركية بالضبط. رجعت طبعا بعد فتره يعني بسيطه، يعني رجعت على سلقين وصرت كمان ضليت يعني مستمر بموضوع الأغاني ونحاول إنه نجمع بعضنا حتى نعمل مظاهرات والجيش موجود بأطراف سلهيد، نغني ونهتف وكمان الشبيحة تجي كمان تضربنا ونهرب، والقصاص هي عانينا كثير منها. هيدي ثورة حرية إسلام ومسيحية، طلعنا نحرر سوريا من العصابة الأسدية. هيدي ثورة حرية إسلام ومسيحية، طلعنا نحرر سوريا من العصابة الأسدية. العالم عاجز محتار، ثورة شعب ما بينهار. العالم عاجز محتار، ثورة شعب ما بينهار. يا للذل ويا للعار من هالهيئة الأممية، يا للذل ويا للعار من هالهيئة الأممية. طبعا هلا اللي عم بيحصل بالغوطة يعني شيء مأساوي جدا يعني، والعالم بالأجمع خزل الغوطة، خزل إخواننا بالغوطة. التهجير اللي عم يصير هلا، فأنا يعني بقدر المستطاع حاولت هيك أعمل شيء يعني بسيط بصوتي للغوطة، يعني لعل وعسى هيك توصل للعالم الناس اللي يعني بتحس اللي عندها إحساس. يا غوطة الأحرار بشرى النبي المختار، رح يبقى فيك الأمل وخيارك الانتصار. أطفال بريئين بعمر الياسمين، أطفال بريئين بعمر الياسمين، كل حقد وقساوي. الثورة بالنسبة لي هي كل شيء بحياتي، هي الكرامة، هي التضحية، هي الصمود، هي الرجولة، هي السلام. حاولت أن أعبر أنا عن الثورة من خلال صوتي وأوتار العود عندي، حاولت لحنت أغاني، والأغاني اللي بتحكي عن كل شيء، عن الطائفية، مع أنها طائفية، واللي بتحكي عن يعني عن الاقتتال، ما بدنا اقتتال، يعني بتحكي عن السلمية، بتحكي عن كثير أشياء. فثورتنا ثورة شعبية وما زلنا مستمرين بثورتنا إن شاء الله. هبوا إلى الجهاد تنحرر البلاد، هبوا إلى الجهاد تنحرر البلاد، وجب علينا من خالف أمر رب العباد، وجب علينا من خالف أمر رب العباد. يا غوطة الأحرار بشرى النبي المختار، رح يبقى فيك الأمل وخيارك الانتصار.